السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ويوسف يا برودا سلابيا هذا ديفيكولت والله توز ديفيكولت الشباب لكن المغرب عيانه عصب بزاف نورمال ليكيب ديال مصر عنده بزاف لي سميتو عندهم بزاف ليكسبيريونس وي لي ما عندناش حنا توا دونك سي فريمون اون ايكيب فريمون اون ايكيب كي عندها ليكسبيريونس وحنا اون ايت ان بيتي بو نايف عرفتي دونك ولكن سي كوم سا مالوروزمون مالوروزمون ما دزناش دومي فينال ودابا عندنا ماتش تريز امبورطون مع سميتو مع الكونغو على حساب لا كوب دو موند وضروري خصنو ندوزو ونمشيو لا كوب دو موند ان شاء الله. وي اكاديمي ميدي السلام عليكم. سلام عليكم السلام يوسف لاباس كلشي بخير الحمد لله. يوسف this is ميدي from رباط صاحبي ديالي شارفين ماشي يوسف هو استاجم اليوم شي حاجه ما كاينش السؤال ولا شي حاجه العربيه وانت وانا ما عرفتش ما تفهم بهم مزيان العربيه هو استاجم كلشي ما كاين حتى مشكله بك بليزير يوسف يو نو هي ترانسليت فور يو اند فور مي اند جواد فور ايفريبادي يوسف جواد جا اوكي ويت اوكي جواد كوم انسايد اوكي ذيس از سيريوس ياك وي هاف ميتينغ ألمان السلام عليكم جواد وعليكم السلام وي جواد يوس وي صافا مهدي سامعكم صافا سي جواد بخير كيف الحال كيف الأمور كومون صافا الصحة وشي بيان الحمد لله فخير والله الحمد لله ونشكره كل شيء فيها الخير كل شيء فيها الحكمة والحمد لله دوماج يوسف صافا الحمد لله يا انا نعصب شويه علاش خسر اليوم مع ايجيبت ونورمال عندي غران شانس طلع الفوق ولا تلعب الكاس ربح الكاس الافريك اليوم خسرها افيك ايجيبت وبغيت نهضر شويه مع ماتش اليوم و لي كوب دي موند دوزيام ماتش مع الكونغو ان شاء الله وي يوسف انت تشوف ماتش اليوم لا الماتش واتشوف لم الماتش ديال اليوم هو سميتو لا ميتريز ديال لو بالون ميتريز ديال الكره ماركينا دي لا 5 ميم با 5 مينوت وبعد البينالتي سايتي تري ديفيسيل رجعنا لور وني ريستي ديرير اي اون ا سوبي و سي سا المشكل نورمالمون فوالا فوا افوار دو كاركتير جو بونس كون اون ا مانكي دو ميتريز اي فوالا دونك سا روجوين ان بو سو كو جو ديزاي ليكسبيريونس الى سمحتي باش نقدر نترجم شي شويه دونك يوسف قال بان اللي كان ناقصنا هو التحكم في الكره لان مرميت ماركا الفيت رجع كلشي للور وما تحكمناش في الكره مزيان اتوا جواد بصح انا متفق مع يوسف ديجا قلنا هذا دانيغ فوا بعد الماتش ديال ملاوي حيت الماتش ديال ملاوي شويه ضعيفه دونك سيتي بلو فاسيل بور نو باش بور سو كري دي زوكازيون بور ماركي دي بو اون ا فو اون ايكيب ليبيري ولكن اون سافي كو اون ايغ غادي يلعبو سوا مع كوت ديفوار ولا المصريين J'en étais sûr que ça allait être un match très 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 difficile parce que les Misrin ont une équipe bien organisée,
وفرقة اللي عندهم لي جوار ديكسبيريونس وكيعرفوا كومون جيري لي ماتش لي غران ماتش كوم سا. دونك اون سافي كو اليوم غادي يكون مباراة صعيبة و سي سكي سي باسي سي سكي سي باسي. سي دوماج باسكو انا بيان ديبوتي افيك افيك ان بون سيناريو حيت ماركينا هاد لو برومي بوت دي لونتام دو جو. دونك نورمالمون فوالا سي un point positif et on a eu une maîtrise de ballon, on est là-bas de match pour essayer de se prendre un but, mais malheureusement on a traîné peureux par rapport au résultat. Tu peux pas voir je peux mzian chouya qui t'qta qui t'qta ça coupe un peu ouais chez toi. Donc voilà, en gros, en résumé, c'est un petit peu dommage quoi, mais bon, je pense que Messrine était un peu mieux organisé avec des joueurs plus expérimentés que les nôtres au dans l'ensemble de du match, c'est mérité. Maintenant, faut voilà, avec les matchs à Doom, faut qu'ils se servent de ces matchs-là pour justement pour les matchs qui viennent contre le Congo pour la qualification de la Coupe du Monde, ils doivent s'en servir pour voilà pour gagner, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc si Jawad qui dit بان هاد المقابله هذه كان نقصنا الخبره نفس الشيء كانت واخا ماركينا البيت من الاول ما قدرناش نستافدوا من هاد القضيه هذه ورجعنا للور كانت عاوتاني ناقصنا الخبره والمصريين عندهم لعبوا مزيان وكيستحقوا الفوز وحاجه اخرى هي بان هاد المقابله اللي خسرنا يمكننا نستعملوها باش نستافدوا منها لهاد الاقصائيات ديال كاس العالم المقابله اللي كونتر الكونغو خصنا نستافدوا من هاد المقابله هذه باش ان شاء الله نكونوا احسن. رغو واحد في الشعب في المغرب يو كان ترانسليت ميدي اوكي ايش فايس ان شويغ اتاك اليوم خسر باش الناس في المغرب يخصبين ديما يخص تشوف بوزيتيف علاش اليوم خسر ودابا قاع عندي دو ماتش مع